طب دلوقتي انا واقف بين 2 مليونيرات، يعني توتي عندها مليون على التيك توك. اه وانت مليونيرات مليونيرات كاشات. اه يا ريت والله. اللي هو انت يا عم انت جاي لنا وانت مليونيره برضو بجمهورك. الحمد لله فما شاء الله. يعني انا يا رب اخد منهم اي حاجه. بس كلميني الاول عن توتي كده، صاحبتك جامده جدا على التيك توك بقى، فواضح انها اصلا عجبها الاغنيه وهتعمل معاكي قلق جامد. لا هي بكره هتفجر الدنيا، اتفرجوا استنوا توتي بكره شوفوا هتعمل ايه. تلات ورقات. يا بتاع التلات ورقات. ماشي حلو قوي. الفنانه ايمان دياب. الله الله انتظرونا. انا عايز اعرف بقى ايمان صداقتك بيها بدات من امتى؟ لا من زمان قوي. جدا. بلاش اتكلم لان هشتم الناس في النص. انت واضح ان الثلاث ورقات مبوظين الدنيا. السبب في المعرفه فبلاش اتكلم اصلا. طب لا انت افضح لنا الموضوع يا ايمان. لا والله احنا اصحاب من زمان جدا يعني. بس ايه الحاجات اللي في النص؟ لا ما اعرفش الحاجات اللي في النص دي اعرفها. بس احنا اصحاب وتوتي حبيبتي، وفي اي ممكن نقعد كتير جدا ما نشوفش بعض، بس اي حاجه بحتاجها فيها بصراحه بكون اول واحده جنبي. شايفه ان التيك توك جامد وممكن توتي برضو تساعدك شويه في ان الاغنيه تضرب وتعمل، وهي في حبه دلع الكليب اللي فات كسرت الدنيا على تيك توك توتي. يعني من اول الناس اللي عملت لي فيديوهات وفيديوهات كتير بقى. الله. وعملت قلق على حبه دلع، وان شاء الله الثلاث ورقات هتكسر الدنيا. توتي بصراحه ان يعني اللي عنده كده مليون على التيك توك ويجي يعمل مجامله لحد ما حدش بيجامل، كله بيعد. لا بجامل كتير قوي، هو ده اللي جابني ورا. يا عيني يا بنتي. مش بتكلم عن ايمان، بتكلم عن الناس التانيه. الناس التانيه كمان اللي هم الناس اللي في النص. ايمان صاحبتي عايزه، لكن في ناس مش صحابي بجامل برضه. والله طب انا عامل اغنيه اسمها شورت ترندات ما تاني. يلا ماشي والله ماشي. قالت لي والله انا بعد ما نخلص شورت ترندات. والله قبل ما ارقد انا مجنون اصلا. ان شاء الله تكسر الدنيا ان شاء الله تكسر الدنيا. انا عايزك بقى تكلميني عن ايمان، اكتر اغاني بتحبيها لها ايه، وحابه دلع كمان تحديدا كنت شايفاها ازاي؟ ايمان هي كل اغانيها حلوه، بس انا اكتر واحده شدتني بصراحه ثلاث ورقات. انا سمعتها وانا جايه في الطريق عجبتني قوي، ومدرعه جامده طبعا جدا كسرت الدنيا. هي مدرعه جامده عشان ايمان محبه دلع كده لذيذه طبعا. بس انا اكتر واحده عجباني ثلاث ورقات. مش عارفه ليه انها شبهها حلوه قوي. هي كمان بتقول انها شبهك انها مسيطره ومفتريه. ايوه طبعا شخصيتي. وبعدين ده لاين جديد خالص عن اللي انا عملته، فيا رب زي ما توتي حبته كل الفانز بتوعها وفانزاتي يحبوه اكتر واكتر. فانزاتي انا عايزاكم كلكم معايا. نقول لك منوره الدنيا يا توتي، منوره الدنيا ايمان. ومش عايز اطول عليكم، بس انتظروا توتي بقى بكره على التيك توك هتخرب الدنيا طبعا. حبايبي تيجي عندي وهص سكات. الله. ايوه بقى حفظتها. هي سهله تتحفظ. حلو جدا. طب هتعملي الفيديو ازاي بس؟ انا لا لسه بقى، هي بتيجي الفكره هي على قدام الكاميرا العفريت بيجي. لا انا عايزه فكره اعملها لها عادي. انت هتسيبي الموضوع على ذوقك. انا عارفه انت بالتكتيكي كده وبتطلعي افكار جهنميه. الله زي الفل حبايبي حبيبي تمام.